احنا بالحلقات السابقة اعتقد حكينا على اللي المميزات اللي صارت على القانون اللي هي مقصود به التعديل. اي نعم. اي اول شيء التوسعة مال مظلة الشمول، ثاني شيء اضافة الخدمة العمالية من القطاع الحكومي لاغراض العلاوة. نعم. يعني انت تقدر اذا تعمل وتعينت بالقطاع الحكومي تنتقل الخدمة إلى القطاع الحكومي ويصير عندك علاوة وترفيع وياها. جيد. زين. معادلة التقاعد، الراتب التقاعدي راح يساوي الراتب التقاعدي الحكومي كمعادلة. نعم. كمعادلة يعني راح يعتمد الراتب على الحد الأدنى للأجر وسنين الخدمة وغلاء المعيشة ويكون مقسم ومضروب وتطلع المعادلة نفس المعادلة بقانون التقاعد الموحد. جيد. الضمان الاختياري. المميزات الضمان الاختياري اللي يحق لكل شخص عراقي. نعم. يسجل بالضمان ويكون له حقوق تقاعدية وغير الحقوق التقاعدية المشمول بها بالقانون أو التعديل الجديد. طيب. دعم الحكومة اللي صار على هالقانون إنه دعم حكومة من للقطاع المنظم والغير منظم. يعني سابقا كانت النسبة تعتمد بس على أصحاب العمل والعامل. نعم. حاليا لا، الحكومة نسبة 8% من أجور ومخصصات العامل في المنظم، يعني استوى النسبة مو 25 بالقطاع الحكومي، صارت. نعم. بالقطاع الخاص المنظم أيضا 25%. جيد. 15 على صاحب العمل وخمسة على العامل وثمانية على الحكومة. طيب. والقطاع الغير منظم نسبة 15% وأيضا الدولة 10%.